ان هم اصلا يعني الميني باص 50 واحد بيضحكوا مره واحده، فكان الموضوع حلو جدا. انا اول مره اتحط في الموقف فكيتوا فكينا الموضوع والاجره بقت ماشيه بالحب كده تمام. والناس بقت بتتكلم بحب لا انت بص انا حصل لي موقف قبل كده، كنت انا مسافر المنصوره تمام ازور اهلي، انا اصلا من المنصوره والله اجدع ناس. الله يعزك يا رب. واحنا مسافرين كان حصل ظرف في الطريق، حادثه كبيره قوي يعني، ربنا يستر على الناس كلها يا اللهم امين. فايس فجاه الاتوبيس بقى فضلنا واقفين، اتوبيس كبير كنا مسافرين، فضلنا واقفين 10 ساعات في الطريق، يوم كامل عدى علينا واحنا واقفين. خلاص كانت حادثه يعني مروعه، والطريق واقف لدرجه ان الرصيف اتكسر، حاجات كده وصلت للمرحله لا الله. والعربيات بقى وقفت صف طويل، فخلاص بقى مفيش ممر للموضوع. وقفنا بتاع 8 ساعات كده، حاجه كده 7 ساعات في الحدود دي يعني. تمام. بس وقت كتير طبعا. وقت يعني لما 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 ابقى الساعه 1 بالليل واقف ده امشي الساعه 7 الصبح، شفت كامل امشي شفتين كامل. بالظبط. والله يا اسلام شفتين. عايز اقول لك بس ده عمل حاجه غريبه، طبعا كلنا بقى بنقفف طبعا في الاتوبيس، واللي نزل بقى دخل الحمام، واللي نزل جاب اكل، واللي نزل وقف قدام البتاع، واللي شربوا حاجه، وبدانا نتعرف كلنا على بعض بقى، وبدانا ننجي لبعض الكنز في الرحله. عايز اقول لك والله العظيم كل واحد بقى بعد ما عدينا الطريق وماشيين، كل واحد بقى بينزل بلده. كل واحد بينزل بلده، الاتوبيس كله بيسلم عليه، مع السلامه يا اسلام، مع السلامه، بقينا اصحاب وبقينا اخوات، مع السلامه، وده مش عارف، مع السلامه يا حاجه، مع السلامه يا امي، مع السلامه يا ابوي، وزعلانين اللي هو ايه مش هتشوف بعض تاني يا جماعه. والله العظيم يا اسلام حلو جدا، مش هتشوف بعض تاني يا اولاد. سبحان الله يا رب. كانت غريبه قوي، اللي الناس نازله خلاص كده. انت عارف اللي هو سيبك انت عديت الموقف واللي حصل والدروس، انت في موقف جديد خلاك يعني مبسوط. عمل حاله كده، حاجه جميله جدا. لا ما شاء الله، فسبحانك يا رب. كانت موقف غريب من المواقف الجميله جدا، وبتغير المود، وبتغير يعني موقف زي ده انت واقف 10 ساعات، ايه اللي ممكن يغير مودك غير ان انت مثلا كلكم تعرفوا بالظبط؟ بالظبط. بس حاجه جميله جدا بجد والله.